اهلا وسهلا مشاهدينا فيكم. اليوم حنقدم لكم منتجات 22 فور ايفر. مثل ما تعودتوا دائما عم نعرفكم على احدث المنتجات الموجوده بالعالم. منتجات 22 فور ايفر بتهتم بالبشره والشعر وجديدنا عطورات وبالاضافه لشاي التنحيف. حنبتدي اولا بموضوع البشره. كريم النهار، كريم ثلاثي المفعول بيساعد على تفتيح وتغذية وحماية البشرة، بيرطبها وبيكسبها نضارة وحيوية. تاني منتج معنا كريم كريستال، يعمل على ترطيب البشرة، بغذيها، بزيل التجاعيد والبثور، يعمل على إزالة السواد والكلف والنمش، بيكسب نضارة للبشرة. كلنا ما لازم نظهر بدون ما نستخدم واقي للشمس إن كنا بفصل الصيف والشتاء، بس بفصل الصيف بيزيد الحرارة أكثر، لهيك 22 فور ايفر بتقدم لي كريم حماية الشمس، بيعطي مفعول لوقت أطول وبدوم أكثر. ما لازم ننسى استخدام غسول الوجه، لهيك 22 فور ايفر بيقدم لك غسول بحافظ على البشرة، بنظفها منيح من المكياج والأوساخ الخارجية. استخدموا هلأ غسول 22 فور ايفر. بس نخلص من الغسول لازم نرطبها طبعا، لهيك عنا لوسيون 22 فور ايفر برطب البشرة بخلاصة الكاريندولا وفيتامين اي، يحمي البشرة من الجفاف وعوامل الشيخوخة. مشاهدينا نعرف أهمية الكولاجين للوجه، لهيك كريم الكولاجين عنصر مهم بحافظ على شباب البشرة. هالكريم بيساعد على إخفاء التجاعيد وبيخلي خلايا البشرة بجددها وبزيدها أكثر، وبحافظ على نعومتها ونضارتها. لكل صبية بتحب تحافظ على بشرتها وتمنع ظهور التجاعيد، اليوم بنقدم لك كريم اللولو. كريم اللولو بحارب أيضا الزيوان والندبات. استخدم كريم اللولو بانتظام ورح ما تشوفي تجاعيد بحياتك. كريم التبييض، كلنا عنا هالات سوداء من خلال السهر اللي متعرض له او اشعة الشمس والتعب، لهيك رح يساعدك كريم التبييض على اختفاء هول المشاكل اللي بتتعرضي لهم باقل وقت ممكن. مشاهدينا طريقة استخدام كل منتج موجودة على كل علبة، وبدي لكم إذا بتحبوا تستفسروا أكثر عن المعلومات الخاصة بكل منتج فيكم تتصلوا على الرقم الظاهر على الشاشة، وعنا وكلاء بجميع أنحاء العالم بيوصلكم المنتج بأقل وقت ممكن. هلأ موضوعنا اليوم، الموضوع الثاني لليوم هو موضوع الاهتمام بالشعر، لهيك 22 فور ايفر بتقدم لك كمان المنتجات اللي بتحافظ على الشعر وبتخليه صحي أكثر. أول كريم معنا لليوم هو كريم إزالة الشعر من 22 فور ايفر. كل صبية بضايقها موضوع الشعر الزايد، لهيك بجراء استخدامك هيدا المنتج رح يختفي الشعر الزايد. هيدا المنتج بيحتوي على مواد طبيعية وخالية من المواد الكيماوية. ماسك الشعر بخلاصة الأعشاب والبروتين يعمل على تصليح الشعر التالف والمقصف بسبب استعمال الصبغة والمؤكسدات اللي تتعرض لها كل صبية، يعطي الشعر حيوية ونعومة ولمعان. سيروم للشعر بالبروتين، بيعمل هيدا السيروم على تمليس الشعر وحمايته من التقصف، غني بالفيتامين A والكيراتين، يعطي الشعر حيوية ولمعان. طبعا كل صبية بتحب تحلم بشعر مالس، بس 22 فور ايفر بتخليك هلا تستغني عن المواد الكيماويه وبتعطيك الكريم الستريت هير يلي بحافظ لك على شعر مالس بدوم اطول واطول. شامبو هير لاين لتساقط الشعر، رح تودع اليوم تساقط الشعر من خلال استخدامك هيدا المنتج يلي بيحتوي على مواد طبيعيه وبيحمي فروه الراس وبيمنع تساقط الشعر وبيحافظ لك على شعرك الموجود. شامبو بروتين لتمليس الشعر، طبعا شعرنا مثل جسمنا بحاجة لبروتينات، لهيك كريم بروتين لتمليس الشعر بقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف وبيمنع تساقط الشعر. مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتصلوا فينا على الرقم الموجود على الشاشة للاستفسار أكثر عن المنتجات.
مطلوب وكلاء لجميع أنحاء العالم، اتصلوا فينا وين ما كنتوا موجودين، رح يوصلكم أي منتج بأقل وقت ممكن. وهلأ انتظرونا بحلقة جديدة، بدي ودعكم، باي.